تشوف بريك للعيبه بتروح تشرب ميه، او يعني طبعا دلوقتي البريك يعني متعدد مش فتره واحده. اكيد اكتر من فتره. هما بيبقوا بيشربوا ميه ولا بيبقوا بيشربوا مشروب اخر يعني؟ لا مش مليون في المية الأجهزة الطبية للفرق بتعد لهم مش مجرد مياه فقط، لان البعض مشروبات بيبقى متخيل الطاقة، ان دي ميه يعني، هو مشروبات بيشرب الطاقة اللي بتحتوي على زي ما قلت لك الأملاح والسكر يعوض اللي بيفقده على خلال سرق المباراه. المباراة، لأن ده العنصر الثالث بقى في الإكويشن. احنا بنتكلم على مية وأملاح وعنصرهم الثالث هو السكر. لعيب الكورة ما بيقدرش ياكل في الماتش، يعني انت النهارده عملت مخزون طاقه ليك قبل المباراه بالوجبات اللي قبل المباراه، عديت نفسك كويس قوي، لكن بدات تفقد من مخازن الطاقه دي خلال المباراه، فوارد جدا مستواك البدني ينخفض من اول دقيقه لدقيقه مثلا 70. فانت عايز تريفل يور ريستورجز، او محتاج تعمل اعاده اعمار لمخازنك من الطاقه، يبقى السائل اللي بتشربه او المنتج اللي بتشربه ده هيحتوي اكسترا او حاجه اكسترا، هي ايه؟ السكر في صوره الجلوكوز او الدكستروز او ايا كان المنتج اللي اتحط فيه. فيبقى انت قادر تامن لعيبك خلال المباراه، خاصه في نسب الرطوبه العاليه، انك تدي له ميه وملح وسكر، اللي هم الثلاث عناصر المسؤولين حاليا في الفتره بتاعت الساعه ونص دول عن ايه؟ عن الاداء. طبعا بقى بعيد عن لسه قيم بقى تدريبات اللعيبه وكفاءاتهم البدنيه، ودي متفاوته بين لعيبه. قبل البطوله طبعا انضمام اللعيبه يعني مش بيبقى بوقت كافي، يعني ممكن لو عملوا معسكر يعني مش بيبقى شهر مثلا، يعني هما بيبقوا 10 حقيقي 15 يوم. بصي، مش بتبقى كتير. شطاره الفرق وتجمعاتها طول ما هما باكر سن عن البطوله، ده بيعمل حاجه اسمها الاكليماتيزيشن او التاقلم. فانت تلاقي النهارده الفرقه الشاطره راحت بدري شويه، يعني مثلا منتخب المغرب راح قبل البطوله حوالي ب 10 ايام او اعتقد اقل من كده بحاجه بسيطه. مين اللي ياخد على الجو؟ مين اللي يعرف كل ظروف المكان اللي هو فيه ومناخه ويعتاد عليه؟ ما تبقاش الصدمه بتاعتك في المباريات ان انت مره واحده قابلت الجو ده، خاصه ان احنا الحمد لله حاليا عندنا لعيبه كتيره محترفه من بره، فانت بتتكلم على اجواء مختلفه. انت مش كل اللعيبه حاليا المصريين من داخل افريقيا، مش بالظبط، في ناس في في يوروب كتير دلوقتي اللي هم في اوروبا. في صقيع الصقيع، احنا في يناير يا جماعه، درجه حراره هناك صفر وما تحتيه. فانت النهارده بتتكلم على مجموعه اجتمعت، ولكن المجموعه دي لم تكن كلها في ظروف مناخيه واحده، كلها مختلفه سابقا، طبعا منهم اللي في مصر ومنهم اللي في دول تانية مختلفه متعدده. الناس دي لازم تجتمع في الظروف دي الفتره على الاقل للاعتياد او الاكليماتيزيشن يعني او الكلام اللي التاقلم، حضرتك بتتكلم فيه فكره التكيف، التاقلم على ان الموضوع، الجسم يتاقلم مع وصولا لو انت في مناطق زي ما قلت لك مرتفعه نسبيا بتحتاج نسب اعلى من التاقلم في فكره احتياجات جسمك من الاكسجين. طب حضرتك ترد على ايه للانتقادات اللي بتوجه؟ يقول لك ايه، هم اول مره يلعبوا في الظروف اللي زي دي، وخلاص اتعودوا بقى على افريقيا، ما خلاص اتعودنا على رطوبه افريقيا يعني. اكيد حضرتك عارف احنا بصي، ما انت انا النهارده ما اقدرش انسب ان انا عندي مشاكل في المباريات او في الاداء بسبب ان عندي مشكله طقس، بس كلنا اللعيبه معتادين. اتكلموا في مباراه موزمبيق تحديدا اللي هي اول مباراه في البطوله، يمكن يعني ده برضه اكيد راجع لكلام حضرتك، اكيد فكره اكيد التاقلم يمكن كان لسه. قالوا ان هم يعني الرطوبه اثرت عليهم بشكل كبير جدا. اللي شاف اللعيبه في الملعب في الشوط الثاني قال لك اللعيبه دي لعبه ماتش الصبح، هفكرك مش بجملتي لسه قادرين. قايلها لك حالا يا اميره، ما تنسيش ان الاجيال اللي بتقارن بيهم الشباب دول ربنا يحفظهم حاليا طبعا ويحققوا لنا احسن نتائج الفتره دي، كانت معظمها نواه الدوري المصري. فانت بتتكلم في ناس كانت هي تعتبر من اللي زي ما قلت لك مش مجمعه من انحاء العالم زي ما القيمه الحاليه للمنتخب المصري بمحترفيه جايين من دول متعدده، انما انت كلنا كنا من خميره واحده. كان مين للمنتخب كنا في شبه محترف بعض. اتنين، يعني يوم ما كان بيكون في اتنين تلاته جايين من بره من بره افريقيا، فدول كده ايه؟ كابتن احمد حسن، عبد كان الظاهر احمد السقا حسن، زيدان، ده في 2010 لو 2010 هو مثلا بتكلم كان قبل منه. لسه بره مصر، فانت الموضوع مش صعب، كان معظم الكور بتاعت المنتخب بالبلدي كده افارقه افارقه، افارقه. انما انت النهارده لا لا. فانت برضو الشباب دول بشر، وارد جدا فعلا فترات ادائهم يتاثر بدرجات الحراره. الفكره كلها او الاعداد البدني الافضل هو اللي ممكن يساعد في الموضوع ده، انك تعتاد اكتر واكتر على المناخ، تعتاده تبقى اكتر واكتر قادر. على الاحمال التدريبيه في المناخ ده، وده يمكن يتكلم فيه اهل التخصص، يعني اهل التخصص في تدريب بقى تقنين الاحمال ازاي والوحدات تبقى ازاي وتصاعدها وتنازلها قبل المباراه والفتره بتاعت الاعداد قبل البطوله نفسها الكام يوم دول، ده يتكلم في اهله يعني. ولكن طيب احنا الاحمال كزاويه البدنيه، هل يا دكتور بيبقى فيه يعني كتيم وورك مع بعض حضرتك، يعني حمل بدني معين بتقعدوا تتكلموا مع بعض؟ لو انا هتكلم دلوقتي على فريق بيراميدز مثلا وبيشارك فيه اكتر من لاعب مع المنتخب، هل بتتكلموا مع بعض احنا عندنا دلوقتي الحمل البدني هنعلى بيه، فانت تبتدي انت
كتخصص تبتدي تقول لا انا محتاج اديهم كذا، انا محتاج اركز على كذا الفتره اللي جايه. يعني كتيم ورك، مش كل واحد بقى بيشتغل وحاطط لنفسه يعني بلان مع نفسه. عندي في الـ في الـ في الاعداد البدني اسلام جمال، الراجل المحترف، الراجل ده كان بره مصر، جوه مصر في استون فيلا وفي امريكا وفي المريخ السوداني في اكتر من فريق، احنا مع بعض دايما. هو يبقى بيطمن عبد الرحمن وضع التمرين الفتره جايه كذا، او انا النهارده تمرين ريكفري بعد التمرين، فبعد اذنك ساعدني في ان في 1 2 3 4 لاعبين ال 90 دقيقه، فانا عايز الانستراكشنز بتاعتهم في الريكفري بتاعتهم تبقى احسن عشان تمرينهم النهارده يكون معايا خفيف. وواحد 2 3 4 تانيين ما دخلوش الماتش اوت اوف سكور، فالنهارده عندهم تمرينه تقيله، فانت بقى عندك في تمرينه واحده شباب بتتمرن تمرين خفيف وشباب بتتمرن تمرين مختلف تماما بناء على ايه؟ على ادائهم بتاع امبارح. بالظبط، كل واحد هيبقى ليه احتياجات بقى مختلفه. بالظبط، يعني ايفن حتى منظومه السبلمنتس دي بقى نقطه ثانيه خالص، ان انت المكملات بتاعه الفرقه، انت النهارده عندك بالبلدي كده اوضه كبيره، دولاب كبير عندي فيه بقى مجموعات من البروتينز، الكرياتين، بري ورك اوتس، انترا ورك اوتس، حاجات بتاخد اثناء التمرين، فيتامينز، سبورت درينكس. كل اللعيب بقى من دول النهارده ليه احتياجاته. اللعيب ده النهارده هو اصلا ان زون اوف يعني ان بيرفورمانس ولا، يعني انت وارد جدا، وارد عادي ان لعيب مثلا راجع من اصابه، ان ايفن المنتخب فيه لعيبه تعتبر راجعه من اصابات، هل هي راجعه ان فورم ولا هي اوت اوف فورم شويه؟ وهل كون راجع اوت اوف فورم شويه محتاج تظبيط في اكله عن غيره؟ ولا هو لا هو ان تراك ومتاكد ان احنا ظابطين اكله طول فتره الاصابه، وبالتالي هو راجع على الملعب جاست فور البدني بتاعه يتظبط؟ لان اللعيب في نفسه في فتره الاصابه مشاكله التغذويه اكبر بكتير، احتياجاته اكتر. في ناس تعتقد انت فتره الاصابه بالنسبه لك فتره قله اكل، وده غير حقيقي بالمره. احتياجات جسمك في الفترات دي اعلى من المعتاد، لان هو في حاله هدميه انت محتاج تعيد بناء بعض الانسجه نتيجه الاصابه اللي انت بتعانيها دي، وبالتالي فمش معتقد انك تكون في الاحتياجات الطبيعيه او التقليديه بتاعت يومك. فده شيء بيبقى غافل عن الناس. احتياجاتك من الاوميجا بتزيد، احتياجاتك من الحديد بتزيد، احتياجاتك من البروتينز بتزيد، بعض الفيتامينز بتبدا تشوف اخبارها ايه، نسبك في الدم يعني